I'm sorry. حبيبي روح نبدا لك تصوروا مش جنبي. ايوه ايوه احنا نجيب الاطفال يصوروا يتصوروا. روح حبيبي بجي لك انا. تفضلي شو كيف؟ ها صار في عندنا فيديو مالكم. أنا أقول الحمد لله رب العالمين على هذه اللحظة التاريخية الفارقة في حياة اليمنيين. نحن اليوم نعلن تدشين بناء اليمن الجديد. نحن اليوم إعلان لانتصار ثورتنا الشبابية الشعبية التي صنعت هذا اليوم. هذا اليوم لم تخلقه أو لم تصنعه شمس الضحى، صنعناه بأيدينا، صنعت دماء الشهداء وأنين الجرحى وصبر اليمنيين على كل ذلك العناء. نحن اليوم ندشن الأمة اليمنية الجديدة، الأمة التي سيكون لها مكانها في التاريخ. الحمد لله على هذا اليوم. وأقول لعبد الرب منصور هادي، ثقة الشعب بك كثيرة وكبيرة، إياك أن تخذله. هذا الشعب عظيم، هذا الشعب استطاع أن يسقط أعتى دكتاتوريات وأعطى الأشخاص مراوغة في العالم. إن لم تسر بالطريق الصحيح سيكون للشعب معه له معك شأن آخر. أرجوك وأقول لك بأننا نريد أن نعمل معا من أجل بناء هذا البلد. على الحكومة الانتقالية وعلى الرئيس الانتقالي أن يعلموا أن الشعب اليوم يعينهم موظفين لخدمة هذا البلد، وأمامهم سنتين يثبتوا حقيقة حبهم لهذا البلد وصنعهم له. أمامهم سنتين يستثمروا فيه كل الطموحات التي استطاع من أجلها أن يخطها هذا الشعب خلال هذه السنة العظيمة من تاريخ اليمن الحديث ومن مستقبل اليمن. شكرا لكم، وأدعو الشعب اليمني لأن يفتخر بثورته وأن يشعر. أدعو الشعب اليمني لأن يفتخر بثورته وأن يفتخر بنفسه. أدعو الشعب اليمني لأن يفتخر بثورته وبنفسه وبأمته. والحمد لله النصر اليوم هو نصر المرحلة الأولى، علينا أن ننتصر في جميع المراحل الثانية. لمن لم يذهب إلى صناديق الاقتراع أقول لهم عليكم أن تفكروا أكثر، فهنا تثبتوا مشاركتكم في اليمن الجديد. عليكم أن تتوجهوا إلى هناك لتعلنوا دعمكم ومساندتكم للمرحلة الانتقالية التي بها سنبني هذا البلد. إلى الشهداء والجرحى أقول لهم ما ذهبت دماءكم هدرا، والحمد لله أننا بهذه المرحلة نعلن انتصار دماءكم وأنينكم، ونعلن أيضا كذلك عزمنا على الانتصار في جميع المراحل الباقية. الحمد لله وانتصرنا، انتصرنا الحمد لله. هو أنت اليوم تدرينا بصوت عايزين صورة بس وانت بتسمعي صبعك كده بعد. لا هنا لا لا لا